خلينا نتابع تقاطع فندق بار. هذا السير اللي قادم من جهة الجادرية، نجدة النهرية الجادرية. هذا السير اللي قادم من فندق، هذا فندق بابل. هذا السير القادم من فندق بابل باتجاه شارع الوزراء وباتجاه شارع الجادرية الرئيسي. هذا باتجاه نفق عمار والقادم من نفق عمار. مركبة كوستر متوقفة، رجل مرور بالحر الشديد هنا دا يستظل بظل المظلة المرورية، وهذا الخايب أو سمك الكارب، ما أدري سمك كارب ما أدري حاصل. خلي نشوف الحادث بصورة بطيئة ونعلق. لاحظوا هذه السيارة تجيب الشيروكي، دا تدخل الشيروكي باشر، دا تدخل للتقاطع. لاحظوا دخل التقاطع اجتاز. وقف لي مهندس باء، وقف وقف. شوفوا اخواني الاعزاء، الاسبقيه في التقاطعات لمن في اليمين، شيء متعارف عليه هذا لمن في اليمين، لكن ما يفند وله الاسبقيه على هذه القاعده، الاسبقيه للمركبه في داخل التقاطع على التي تروم الدخول اليه. طيب سنتر التقاطع اذا نجر خط من هذا وهذا خط من هنا، نقطه السنتر راح تكون هذه. لاحظوا المركبه تجيب الشيروكي، اجتازت سنتر التقاطع، راح تعرضوا لحدنا عرضه. لاحظوا السرعه هنا، سورنتو اعتقد كيا سورنتو. لاحظوا وشاهد المركبه، سرعه ما استخدم الموقف، سرعه دا يمشي ما استخدم الموقف. ايش سوى؟ انحرف، انحرف الى هذا المكان، حاول يخلص من المركبه. صار الحادث. خلي شغل مهندس بها، لاحظوا شوفوا شلون انحرف. لاحظوا باع وين الاصطدام؟ صار من هذه المنطقه اخوان، هاي المنطقه اللي صار بها الاصطدام. لاحظوا الاطار راح الكوستر، ابو المرور سكر صار بيه، وهنا راحت السمكات، ابو الكوستر دا يشرب شاي راحت السمكات مالته. طشرا باعوا طشرا، فدوه فدوه. المهم البشر ما بيهم شيء، فدوه. لكن اطفال نزلوا من هذه المركبه، نشاهدهم اطفال او عائله كانوا. لاحظوا نزلهم من المركبه بسرعه، اولا الحمد لله على سلامتهم ان شاء الله سالمين. لاحظوا هو بسرعه نزل، نزل العائله، وهي هاي اهم شغله يسويها، نزل العائله يوقفهم على جانب. وهنا ابو السورنتو طلع من المركبه. يعني هذا اللي صار، احنا الاضرار اللي صارت اضرار مركبه، الاطار مالته اصلا من صدمه الرصيف طلع الاطار، انخلع راح الكوستر، هاي الاثار به. الكيه ما ادري صارت هيك الكيه، ما نرجع السمك، لكن الاطفال اهم شيء، العائله ما بيهم شيء. شوف انحراف شلون انحرف، راد يخلصوا من المركبه بسرعه. مع الاسف يعني احنا هذه الحوادث ما دام هم سالمين مو ما عندنا مشكله، بس يا اخوان نتالم من نعرض مثل هذه الحوادث، نتالم. الحمد لله على سلامه الجميع، ونتمنى التقيد بقواعد السير والمرور. اخواني الاعزاء اذا عملت الاشاره اكو تقاطعات فرعيه جانبيه في اطراف بغداد ما بيها اشارات ضوئيه، قواعد الاسبقيه يجب ان نكون ملمين بها حتى نعرف حقنا شنو والواجب علينا شنو. تحياتي.